مش كل شيء صح بشوش كل صافي صافي سلمى صافي يا صاحبتي صافي مش بكيت واش تصور محطه في داركم صافي اقسم بالله ما كنحب نعرفكم بعيق وحق الله ولكن السلام عليكم مرحبا بكم معايا في فيديو جديد كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وانتم دايرين اليوم مهم اليوم فيديو واحد البرانك اللي بناء على الطلب ديالكم بزاف منكم بقاو تقول لي في انستغرام ديري لنا شي برانك سلمى بغينا برانك سلمى ما عرفتش علاش سلمى بالضبط ولكن صراحه شحال هادي درنا لها شي برانك اليوم غادي ندير لها واحد البرانك خطير جهنمي اللي كيدير هادشي في الواقع كيجي جهنم مهم البرانك اللي غادي ندير سلمى غتكون قريتو من العنوان هو مقلب السحر غنقول ليها لقيت صويرتك في الزنقة مليوحة وفيها شي طلاميس ديال السحر وداك الشيء غنقول لها لقيت فيها تخربيق طلاميس كتبين لك فيها شي حاجة المهم على أساس زعما شنو غنفهم على أساس راه شي حد ساحر ليها وصويرة مليوحة في الزنقة نقدر نقول ليها راه شي حد يقدر يكون عارفك انتي صاحبتي ولا حانا باش نشوفها ونحيدو داك الشيء ولا شي حاجة المهم غنحاول ندخل هاد الفكرة لدماغها ونشوف الرياكسيون ديالها وتنتوما تشوفو الرياكسيون ديالها واش غتخلع واش غتجي عادي واش غتبكي ما عادش انا بعدا الراي ديالي ان سلمى غادي تخلع بزاف 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 حيتاش غتخلع انا هادشي اللي كنقول وما عرفت عاوتاني تقدر حيتاش بعض المرات شي حوايج ما كيخلعوهاش زعما شي حوايج يكونوا لي كغاف ما كيخلعوهاش المهم خليكم معايا انا كنتسنى فاتي تجي عندي بقمجات شي اللي غادي تعاوني في هذاك الشيء وسلمى باقا ما جايش دابا حتى شويه قلت ليها جي قلت لها جي نتجمعوا في العشيه نديروا الكوتي وداك الشيء المهم انايا ملي غادي تجي غادي نشد غادي نقول لها اختي راه ساحري ليك على الجمال ديالك المهم خليكم معانا صراحه انا متحمسه لهاد البرانك ناري بغيت نشوف سلمى شنو غادي دير المهم هيا فاتي جات هيا التصويره اللي دابا كتقلب على شي تصويره في جوجل فيها شي تخربيقه باش ننقلوا منها هيا التصويره هاد التصويره كانت سلمى ناسيها في واحد الريجيستر كانت مخليها يعني داك العام بقات في الريجيستر بقات عندي التصويره دونك ما تعرفش التصويره منين جات ياك ولا ما داش ما تعيقش المهم نحط لكم هنايا بسم الله حنا دابا لا عاقتش ما يبقى لا فرانك لا والو لا ما عاقتش غنلوح لكم الفيديو سير سير دابا اش نقلب دابا حنا نقلب على شي تصويره نقلو منها باش نكتب صوره فيها سحور شوفي ويلي ويلي تخيلي دابا داكشي تخيلي بصح ويلي ويلي شوفي شوفي دير هاد التخربيق شنو التخربيق انا عارفه شنو باش نحكم فيها العافيه نحرقو لها وجهها نحرقو لها وجهها لا ولا حرقنا لها وجهها ما عندك مربع انا هذاك عارفه الا مربع كتشوفو في التصاور ندير الاي لاينر ديالي مسكين الله يلا شوفوا لا بكره وزيرة والله الا كيديروا بحال كروه صغيره دير هنا كروه انكتبوا انكتبوا السقوط وين على السقوط وهي راه شحال زعما هادشي ما نجحش فهمتي سنة يا اختي نكتبو ليها خيوبية خيوبية مرض كيديرو مرض ميري 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 هادشي كيبان مسروح نديرو نديرو شي علامة نديرو ديك ديال ديال الماسونية نديرو علامة ديال الماسونية لا لا الماسونية لا صح درتها مرتلات طب لا باش طراها جاي واش تسمى شنو بعد تخشي نخرج كيديروا حتى الصليب دير الصليب مقلوب ايه مقلوب لا بحال زائد كتب دوك العلامات بحال ديال الفلوس عرفتي هذيك ديك غير تخربق اللي جات في بالك ديريها كاينش فلوس كاينش فلوس كلمة صحيحة كي الهدف نرى والله إيش عرفته ليش ليش شوف التصويرة كي ولا ترى سرحنا شخنا قد دخشي نرى سلمى اليوم غادي تموت غادي تموت فيها سلمى كش خاف ما غادي تشوف سكين ناري سخي بارك مهمة يا التصويرة شوفوها كي ولات
التصويره سلمى ناسياها، انا متاكده بان انا ناسياها حيت شعرت الريجستر العام وعندي راه مني كنا في السيزيام اصلا كانت غير نسات وفيه التصويره يعني التصويره ناسياها. مهم شوف هذا الشيء كيبان واعر دابا غادي غير طوي وياك ما نشعلو في العافيه والو نشعلو في الجنان شويه شعلوا شويه البلاصه هذه شوفوا يا ربي السلامة نري مع الدخان داكشي كيفان ديال شحال هكا جا ماشي افكار صاحبتي المهم نقولها ناري نقولها بديتي كتسطى يا صاحبتي بنتي ما بقيتيش طبيعية ديجا كتبو تسطيها. المهم دابا غادي نمشيو نتسناو حتى الماء يجي دابا خليكم معايا غنمشيو نقادو بعدا الكاميرا في البيت حيت هي غادي تجلس في البيت. المهم حنا دابا جينا للبيت كنقلبو على شي بلاصة نحطو فيها التليفون بصراحة ما عرفناش حيت شفايت حطينا التليفون في هذيك البلاصه ما بغينا نبدلو البلاصه اللي تقدر تعيق وتقول هادو ديال لي برانك وتشوف نفس البلاصه وتشوف الكاميرا. مهم شبي الشمس صاحبتي الشمس بزاف شنو هي هذيك خويا باش نشوفو شوفي انت شكون اللي عنده معاك شي حساب غير يسحر لي انت
قلت لك كنت هابطه بقيت قدام الموبيل صباره مليوحه بحاله مع الصباح هابطه وانا نلقى اجي بحال انا سمعي قلت يقدر شي واحد حيت انت عارفه لو شي كنت تروح بحال هكا بقيت بحال هكا قسم الويه يبي كلش واحد مريخ على عند راك ما تبع بعدا من خشي راسي ولا صور ما يجاش وحنا مش عارفه حنا من دارنا حتى ورا كتدوس لايبوم ديال ساره شكون هي من دار شكون عارفه انت غادي كاين شي واحد بحال مريو شي واحد يقول لك شي يقدر يكون عندك ماشي سحور واحد يقول يقدر يكون عندك خمسه شحال من ندير موبلتي شي ضربيه وي راه صاحبتي قال لك حسبك على البحال لا وقال انت ما عرفتيش شنو هو المخاطر ديال هادشي يقدر يخرج لك على حياتك صاحبتي شوفي خاصك هاد الشيء شدي ديري ليه الرقيه ولا المشاكل راه غير القران باش هادشي يولي باطل اش غادي يقلب واحد واش انا لقينا اختي واش ما عرفتش بحال ما تلاقيناش كتقولي لنا لقيت واش انا غنكذبوا عليك واش هادشي فيه الضحك واش انت ما كتعرفيش بان شحال ديال الناس كيلقاو الصبر مليون على هي الشهر اللي لقينا ما عرفتش حتى حنا شنو طاري علينا ولا شي حاجه اي صح انا كنقول لك نوض شوفي راسك هادشي خاصك ديري الرقيه وتقراي القران على راسك درها سحور شوفي صاحبتي دير لك السقوط والمرض انت ما بقيتيش كتقدر تركزي شحال من حاجه شوفي راه نخرجوا عليك شوفي انت شكون يقدر يدير لك هادشي دابا واخا تبغي تعرفي ما تقدريش تعرفي شكون ولكن راه خاصك تمشي ديري ليه الرقيه سيري شوفي شنو غديري خايفه عليك والله راه بديتي كتفال بحال بديتي كتسطي شويه ماشي كيسطك راسك فاطمه مولاي شنو كنتي بولو حق فاطمه ما ولاتش مسطيه مؤخرا حتى ماما كتبغي كتسطي في الدار اه وليتي ما حقلتي خواتي هادشي انا كنقول لك المرات كتولي مسطيه والله شفت شي واحد الحاله بعد ما فاش بحال ماشي انت يا رب السلام والله ما عرفتش راهو عندك صحتي والله انت غدرايفك عمرك درتي شي حاجه خايبه لبنان اختي انا كنت واقف شي حق
واش غديري دابا هادشي الخطر؟ واش انتي مستوعبتيش عيت ما نفكر ما طحيتي شي واحد بعد ما عيت ما نفكر ما يمكنش شي واحد بنات ما عمرني درت شي واحد الخدي غدير ليا شي واش شي حاجه خطيره بنادم هذيك شي حاجه واش باغا تخبرك هذا راه صحو راه صحو راه كيخرج بنادم على حياته وشكون وصافي صافي زعما دابا حنا ما قلناش هذا الشيء باش تبكي راه عادي هذا الشيء راه كيوقع يقدر يوقع لاي واحد صافي راه القران كيحيد هذا الشيء كامل كيبكيش اخويا صافي صافي حنا ما نكش هادشي باش دير هكا غسل ما صحبشي صافي هادي هي انت ما عرفتش بالحق كيفاش غندير انا ما عرفتش شكون اللي غيصيب هادشي واش انا عرفت التصويره من جوج من دار ما كاينش التصويره ما عمري لحتها صافي صافي اجي انا ما كنكش والله ما كنجي واحد صاحبشي ما بقاش واحد ما حدش محطيش راسو في بلاصتي انا هادشي ما عمري شفتوش انا كتقولي لي هادشي ما عمري شفت هادشي صاحبتو صافي صافي سلمى صافي صاحبتي صافي ما تبكيش انتوا راه محطوطه في داركم صافي 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 انا عيطت لماما صافي صافي صاحبتي ما تبقايش تبكي واش حنا قلنا لك هادشي باش تبكي دابا غير هضري معايا ما تبقايش تبكي غير هضري معايا باش كنتي بغيتي شي حاجه بحال هادي صافي صاحبتي انا غير برانك والله ضحكنا معاك ودمنا تيتشو معاك بنت اقسم بالله ما كنضحك معاكم على راسكم بعيقش وحق الله ولكن فهمتي جاتكم فيستين وحق الله وقتش كم شنو يمكن كيفاش صافي ما كنضحكش معاكم والله حافك اذا قلت معاكم شوفي شوف انا ولا ما حيدي بلبس كنت كنفكر انت ما فيش الضحك شوف مسكينه شو عينات كيفاش الابداع لكن التصويره منين جبتوها ما كنضحكش بحال الكاميرا ما كنتش فيها التصويره كنتي ناسيه فواحد الريجيستر ديال الماط نسيت عندك دابا التصويره كانت عندي في دارنا والله كنتي نسيت وصافا صاحبتي صافي ديري على بكايه صافا صاحبتي صافي 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 شنو الابداع ديالنا في التصويره شفتي كيفاش مستحوش علاش بديتي كتبكي واش تخلعتي وجهي تاع ديال الريس واش تخلعتي شو مسكينه تخلعات تخلع نبردوها ونرجعوا ليك مسكينه ميري بكاي شوفي كتبكي باغا كتبكي ميري على خوفها صافي صافي محيتي كذا ما كتفكرش معاك يلا وانا نهضر انا تاعك تاعك هي مسكينه ماما يا سنا مسكينه مسكينه ناري انا ما كاينش كيسحب لي غادي تبكي انا كنت كنقول ما غاديش تسوقي كاع انا كنت عارفه مثلا ما كتخدمش معايا كنا واحد النهار جبدنا هذا الموضوع بقيت كتقول لي بقيت عرفت مخلوع عرفت كتخاف خويا ويفا صاحبتي ملي كتحكي ديما بقاو خايف ويفا من بعد ملي ما كنتفلاش معاك المره الجايه قولي لينا كي جاك هذا البرانك بحال مرتكم بكيتو ما بقيتش فيكم حتى واحد فيكم بقيت انا اثرات فيا والله نيرا صاحبتي بقيتي فيا شويه وانا نبكي معاك نيرا على خواتك خاطركم دراري هادشي ما صحابش ما والو صافي استرمي لي في حياتكم شوفوا كاع تحكيت يلا قول لهم يتعبونا اقبل اقبل البكيات تعبونا فقط ديروا لايك قول لهم ديروا لايك ديروا لايك وسبسكرايب بغيت فيكم وبقيت فيكم وكنت ما كنوقفش كيفاش ترجعني مسافه صور خسرتو راه قلت لكم هي اللي عندي من واحد العس ابي حاجه صاحبتك بين الصفره وما دارهاش المهم دوك العصر اسطوري قولي قولي ترجع علينا الصرف والله ما شبقى فيكم خصوصا انتي بعد انتي انا عطري هو انا فاتي راه تشوفي الفيديو قلت لك شي شكون فاتي العقل المدبر فاتي كاتبه ما رد سقط كنشوفو الفيسبوك حق الله تنتقوي داك الشيء المهم كان هذا هو الفيديو بسلام عليكم تلقاو فيديو جاي باي باي